بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقة جديدة من اسأل مع دعاء على الهواء مباشرة. حلقة من الحلقات كنا بنتكلم عن الزعل والحزن وقد إيه الحزن بيأثر علينا، فكان في فيديو بعنوان أخطر 7 أمراض بيجوا نتيجة الزعل. تقولش الفيديو ده بقى كل ست لقت فيه ضلتها؟ الفيديو في أيام قليلة جدا دخل على 3 مليون مشاهدة وآلاف التعليقات، والستات يعني داخلين يشوفوا الأمراض اللي عندهم جاية من الزعل ولا لأ، وكله بيثبت ويقر إنه أيوة صح، أنا الورم ده جالي من الزعل، ده أنا الضغط جالي من الزعل، أيوة أنا زعلت وجالي السكر، أيوة أنا زعلت وجالي كل كده حزمة من الأمراض. ربنا يشفيكم ويعافيكم ويبعدها عنكم. الحقيقة إنها جت نتيجة الزعل، وبناء عليه لما لقينا الموضوع ده بيهم الستات قوي للدرجات دي قلنا لا احنا لازم نكمله. ازاي نخرج طاقة الزعل اللي جوانا؟ الستات بتكلمنا يعني بيلاقوا ابتلاءات كتيرة وشديدة، وكتير منهم بيقعدوا يقولوا الحمد لله، يعني هي بتكلمنا تقول الحمد لله جالي كذا، انا الحمد لله فقدت ابني، انا الحمد لله عندي ورم. كل هذه يعني الابتلاءات الشديدة والصعبة بتجيلنا، إنما كمان في ناس بيدوروا على الغم بإبرة، يعني هي لو ما لقيتش حاجة تزعلها تقولك تنكد على نفسها بأي حاجة وخلاص. إحنا عايزين نعرف نخرج من الزعل إزاي، طاقة الزعل دي نخرجها إزاي. واحدة بتاكل تطلع همها في الأكل، واحدة تانية تقولك بنزل أشتري لبس وأشتري هدوم ومش عارفة إيه، واحدة تالتة صوت وبتلطم وبتشق الهدوم للديل، واحدة رابعة بتكتم جواها، وأخطر حاجة الناس اللي بتكتم جواها. الحقيقة إحنا عايزين نعرف طريقة التنفيس، عاملة زي القدرة كده اللي بتقعد قدرة الفول كده على البوتاجاز بتقعد تطلع صوت فظيع كده، ولازم تطلع كده دخان منها. ننفس كل الزعل من جوانا ازاي، وايه الطريقة الأسلم والأمثل؟ هسأل مروة الصعيدي ضيفتي اللي بتنورني دايما. أهلا بيك يا مروة. أهلا بيك يا دعاء. بتخرجي الزعل ازاي مروة؟ يا بصي، في طرق كتيرة جدا بنخرج بيها الزعل، بس المشكلة بقى انه الزعل عند الست مختلف عن الزعل عند الراجل. الراجل بيحب يبان انه هو قوي ومتماسك ومش زعلان وانه مش فارق معاه، الستات لا، الست دايما الاول يعني تحس انها بتلوم نفسها، وبعد كده في ستات زي ما انت قلتي بتكتم جواها، واللي بتكتم جواها دي بقى هي اللي بيجي لها مرض من اخطر 7 أمراض اللي احنا قلنا عليهم الحلقه اللي فاتت. التنفيذ بقى ليه طرق كتيره جدا، منها طرق بسيطه وسهله، وكل ما الزعل بقى مركب اكتر كل ما طرق التنفيذ بتاعته بقت اعلى شويه او اصعب شويه. لكن مبدئيا كده اسهل حاجه لما تلاقي نفسك انك متضايقه جدا، تمام؟ الزعل يا دعاء هو الحاجه الوحيده اللي لما بتتقسم بتصغر جدا. فاحكي، اتكلمي، ما عندكيش يعني حد. ايه بتتقسم؟ يعني السعاده لما بتوزعيها على اللي حواليكي بتزيد. الزعل لما بوزعه على الناس القريبين بيقل، بيصغر. ده غير ان الزعل اصلا يا دعاء زي ما انا قلت قبل كده بيتولد كبير جدا، تحس ان هو بلعك وبلع الكون كله. ومع الوقت بيفضل يقل 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 لحد لما يبقى نقطه في الذاكره. انا فاكره انه الموضوع ده كان مضايقني الفتره دي. لكن ما بتبقيش في نفس الاحساس بتاعه طبعا، تمام. الحاجه الثانيه انه الحاجه كل ما هتكبريها هتكبر عليك لحد ما تبلعك. ابسط حاجه حالات الوفاه او الفقد، تمام. واعلى حاجه في حالات الوفاه والفقد بيبقى الام او الاب او الاخ او الزوج او الابن طبعا. تمام. طول ما انت شايفه الموضوع والبلوى دي قدامك وعندك حاله رفض او عدم تقبل للامر الواقع، طول ما هتفضل بلعاكي. اول حاجه خلاص هو بقى امر واقع، فدايما بنحاول نعلم الناس يتقبلوا الموضوع، يتقبلوا الوضع اللي سبب الحزن ويتسامحوا معاه. ده بيقلل جزء كبير جدا من الضغط النفسي، لانه هي اصلا حاجه مش في ايدي. يعني فاهمه قصدي؟ هي حاجه مش في ايدي. في ناس كتير جدا، امهات وابهات، بيلوم نفسه مثلا ان انا امي كانت تعبانه ما اسعفتهاش، او ابويا ما كنتش معاه، او ابني ما لحقتوش، او يا ريتني عملت، او يا ريتني سويت. هو قدر. مهما عملتي فجزء البليمنج ده واللي بنلوم فيه نفسنا ده لما بتتقبليه بيشيل جزء كبير من الزعل ده. تمام.
في حزن تاني بيتعالج بالعلاجة الكتابية أو الجورناليست، وده نوع من أنواع العلاج مهم جدا، إن احنا نكتب اللي مضايقنا كله بالإحساس بتاعنا، أنا متضايقة عشان حصل كذا يوم كذا ورد فعلي ما كانش عاجبني واللي قدامي قال لي وقال لي وقال لي، وده برضو نوع من أنواع اللي بنستعمله في حاجة اسمها تحرير المشاعر. أنا بطلع مشاعر الزعل والغضب اللي جوايا، ودايما يقولك اكتبي كل اللي مضايقك وبعد كده قطعيه أو احرقيه. يوم اتنين تلاتة سبعة أيام بتلاقي بعد كده لما بتفتكري الموضوع هو مش مؤثر فيكي أصلا، ما بقاش مزعلك. وعلى فكرة الجورناليست أو الكتابة العلاجية دي متبعة في مصحات نفسية وفي مستشفى العباسية كمان. ياه. طبعا. الكتابة العلاجية. الكتابة العلاجية. ورقة واكتبي. ورقة واكتبي. في الدعم النفسي أحيانا في بهية أما بقعد مع المحاربات أقول لها لو في قصة عايز تكتبي حدوتة أنت البطلة بتاعتها. احكي لي الحدوتة أو اكتبي لي القصة دي. فبتبتدي تعرفي منها هي حاسة بإيه بالظبط. أو إيه اللي مضايقها أو شايفة نفسها إزاي. الكتابة بتبين حاجات كتيرة جدا ممكن يبقى الواحد مش قادر يحكيها كلها. صحيح. تمام. اللي عايز بقى يعيط وحس إنه هينفجر ويعيط، وفي ناس تقولك لا أنا معيطش أنا دموعي غالية قوي، لا أنت لازم تعيط، لأن هي الدموع نفسها ربنا خلقها للتنفيذ. سواء للفرح أو للحزن. لا وفي ناس تقولك ما تعيطيش. لا ازاي؟ ما تعيطيش انت مؤمنة ما تعيطيش، ايه العلاقة يعني؟ علاقة ان انا مؤمنة ان انا عيط، ما هو ربنا خلق لي قنوات دمعية يا جماعة عشان اعيط. والعياط فعلا بيعمل ريليسنج، بيعمل تنظيف، نوع من انواع التنفيس اللي انت بتقولي عليه بتاع الحالة البريستو او القدرة ده اللي بتطلع البخار، ما هو بيطلع في العياط. تمام. في ستات تانية مثلا تيجي تقول لك لا اصل ما بعيط بعيط مش هحتاج عايزه اصرخ، اقول لها ادي نفسك فرصه واحترمي مشاعرك، حتى لو تدخلي اوضه تقفلي عليكي وصرخي. تمام. لكن انك تكتمي، تمام، ده زي ما بنقول بالبلدي كده هيضرب في حاجات عندك جوه، ما هو لازم هينفجر، فلو ما انفجرش بره يا دعاء هينفجر جوه. ولو انفجر جوه بيعمل امراض في منتهى الخطوره. وممكن تروحي للدكتور انت ما عندكيش أعراض عضوية أو جسدية. هي بترجع لأعراض نفسية زي ما قلنا، متلازمة القلب المكسور، الزئبة الحمراء والروماتويد والسكر نتيجة الكورتيزول العالي والأدرينالين العالي اللي في الجسم طول الوقت بسبب الزعل. تمام. جميل. طيب خليني أخد أسماء. ألو. مساء الخير. أهلا يا أسماء، مساء النور. والله يعني أنا كان حصل لي مشكلة بسبب الانفعال، مشكلة صحية رهيبة يعني. الأسبوعين اللي فاتوا كان عندي مشاكل فانفعلت جدا في يوم. حصل لي تنميل في إيديا ورجليا، وأنا أصلا يعني عندي ربو، فطبعا مش قادر أخد نفسي. بس الجديد بقى كان موضوع الترميل في ايدين وفي الرجلين، والقلب كان ضربات قلب عاليه جدا. رحت طوارئ يعني وتعالجت، بس لسه ما زال عندي شويه حاجات لسه بكشف عليها. انت كانت الزعل اتخانقتي او حاجه او زعلتي او حد زعلك صح؟ بصي انا ولا كانت خناقه؟ لا بصي انا قاعده يعني قاعده اتضغط كده لمده 10 ايام، فجي في يوم انا مش عارفه اعمل ايه يعني، مش عارفه عايزه اخرج اللي جوايا وفي نفس الوقت عامله اعتبارات لحاجات وبتاع، فمش عارفه اعمل ايه. فحد بيكلمني كده، رحت مصرخه جامد قوي، فبيقولوا لي انت بتصرخي ليه وكده عيب وما اعرفش ايه. ففعلا الموضوع مأثر عليا جدا. حصلت لي علامات زرقاء في رجلي الشمال، ما كنتش عارفه امشي اصلا. علامات زرقاء طلعت لوحدها كده؟ طلعت لوحدها في نفس من غير ما تتخبطي ولا حاجه؟ لا 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 لا، ده في نفس وقت الغضب. والنص الشمال كله اصلا كان فيه تقل في ايدي ورجلي الشمال، وتنميل زي ما قلت لحضرتك في الاطراف. وسخنت. رحت الطوارئ ادوكي ايه بقى؟ الطوارئ ادوني حاجات بتهدي، وادوني حاجات علاجات للازمه التنفسيه زي ما بقول لحضرتك. وطبعا انا دلوقتي المفروض اعمل رسم قلب، لان بس انا مش قادره يعني، فاخدت شويه هدوء كده. المفروض اعمل رسم قلب لان يعني الدكتور في الطوارئ ما كانش مبسوط، وقال لي لازم تروح الاوعيه الدمويه عشان. تمام. طب قولي لي سؤالك بقى بالتحديد. وانا انا مش عارفه يعني، مش عارفه وانا يعني انت عارفه حضرتك احنا بيبقى عندنا شويه
ما هو انت مش لما بتبقي متضايقه مش المفروض تقومي مطلعه دي رفاهيه يعني. واحنا عندنا حاجات المفروض مثلا مامتك ما تزعقيش معايا، المفروض اعمل ايه انا علشان ما اوصلش لكده، لان انا فعلا زعلانه على نفسي قوي، انا صغيره في السن. عندك كام سنه؟ 34. صغيره. فزعلانه قوي ان انا وصلت للمرحله دي صراحه. لا ما تزعليش. مروه السعيدي، موضوع التنميل ده بيحصل لي كتير على فكره. انه اول ما ازعل وكده تبتدي الاتنشن العصبيه، يحصل لك تنميل فورا ويحصل لك تقل. انمل تمام، ودي تعمل كده. ايوه، وكله كده. فده ده طبيعي. هي بقى بتقول لك 10 ايام بتضغط 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 لغايه ما تسرب في موضوع التنميل والصريخ. فهي مش عارفه تعمل ايه يعني. يعني التعامل مع الحاله دي بيكون ازاي؟ بصي، ده هي مبدئيا كده ان شاء الله لما هتعمل بقيه التشيك اب بتاعها او الكشف بتاعها مش تلاقي حاجه عندها في القلب زي ما قلنا قبل كده. هو بتكون اعراض نتيجه التوتر الشديد. اللي بيحصل ايه يا دعاء؟ ان هي من كتر العصبيه والنرفزه هو جسمها بيفرز كورتيزول وادرينالين طول الوقت. فبقت هايبر جدا في الاثنين هرمونز دول. فاللي حصل يا عيني ان هي حتى لما جت صرخت هتلاقيها صرخت على حاجه ما تستاهلش، لان هي كان المفروض تصرخ من 10 ايام. بس هي فضلت كاتمه 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 وضغط على نفسها جدا. المفروض بقى ان هي اول باول ما تضغطيش نفسك. حاجه ضايقتك من ماما قوليها يا ماما والله العظيم انا ما اقصدش، انا مش عايزاكي تزعلي مني، انا بس كان قصدي كذا، او الموضوع ده بيضايقني. ده في اول ما تحصل الحاجه اللي مضايقاها. لكن لو استنت 10 ايام او 15 يوم او شهر، هي حتى من كتر الضغط والحزن والعصبيه مش هتعرف تعبر صح. هتلاقيها على اقل حاجه راحت مصرخه فورا. وده على فكره بيحصل مع امهات كتير، بنفضل ماشيين والدنيا ماشيه وبتاع، بعدين تلاقي حاجه صغيره جدا حصلت، راحت الام مصرخه في العيال، مصرخه في جوزها بشكل غير طبيعي. الحل يا جماعه في الوقت ده عشان نتعامل مع الام دي اللي بتتحول لامنا الغوله، انه خدوا خطوه ورا ارجعوا، او ما تعندوش تقولوا إيه انت اللي بتقولي ده، لا ما حصلش انا ما عملتش. سيبوها تنفس تمام. قولوا لها انت معاكي حق، انت فعلا شايله اكتر من طاقتك، احنا غلطانين. هي هتهبط لوحدها، هي هتسكت لوحدها، وده بيحصل فعلا. تمام. بس هي الفكره بقى ان الناس بتيجي تصرخ او تنفس في الوقت الغلط. طيب انا فكره لازم تحترم حزنك دي وقفت عندها. يعني ايه احترم حزنك؟ يعني ادي مشاعرك حقها. ما دام انت زعلانه عبري عن زعلك بالطريقه بتاعتك انت. زي ما انت قلتي كده، في ناس تقول لك ما تعيطش، لا انا بعبر عن حزني بالعياط. في ست بتعبر عن حزنها بانها تكتب. هل في مثلا معزه واحده ميت لها حد عزيز، هل ينفع ما تعيطش يا جماعه؟ ايه الجمله اللي ملهاش 30 لازمه اللي انتوا بتقولوها في العزيان دي؟ انا ببقى قاعده والله العظيم يعني خلاص. طيب البقاء لله او طبطبي عليها، انما انا بسمع ما تعيطيش انت مؤمنه، ببقى عايزه اقول لها ما تعيطيش انت مؤمنه ايه، وانت لو مكانها مش هتعيطي. يعني الايمان، شده الايمان او قلته ملهاش اي علاقه بالتعبير. اللطم ماشي، اللطم لا تمام، انما بتعيط بتعيط. بصي زعلانه، هفهمك النقطه دي. احنا داخليا راضيين بقضاء الله وقدره، لكن الدموع اللي نازله دي نازله وجعا على فراق او اختفاء شخص مش موجود في حياتي. طبعا تمام، وده كان قدرا اللي هو غصب عنك. فما ينفعش اللي هو ما عيطش. يعني انا والدتي توفت، او والدي، او ابني، او حد عزيز عليا، حتى الحزن، ما هو ربنا خلق لك الدموع ليه؟ ما عشان تعبري بيها عن حزنك او تعبري بيها عن سعادتك. طب ليه ما بتسمعيش في الافراح مثلا لما تشوفي ام دموع الفرح، دموع الفرحه؟ ليه ما نقول لها ما تعيطيش؟ ما انا ممكن اقول لها ما تعيطيش لتبوظي المكياج، ما تعيطيش لتنكدي على بنتك. ساعات بنقول بس يعني ايه، بس مش زي واقعي ما تعيطيش لانه ابنها ميت، او يعني بعد الشر عن كل الامهات، بس خلاص ابوها مات يعني. بصي ده بمنتهى البساطه، لو ما احترمتيش مشاعرك بعد كده هي مش هتحترمك. هتقوم ضربالك بقى حاجه، هي هتبهدلك. لو جيتي على نفسك وما احترمتيش الشعور بتاعك ايا كان. الأربع شعور الأساسية عندنا كبشر، الحزن والغضب والخوف والسعادة. لازم تحترمي كل شعور منهم وتدي له حقه وتظهريه صح. طيب دلوقتي أنا مضغوطة، أنا يعني زعلانة، أنا حزينة، اديني
غير ان انا احترم اقعد اعيط انفس، اديني حاجات تانية اعرف اخرج فيها الحزن واخرج من دايرة الحزن. في حاجة اسمها دايرة الحزن، عايز اخرج براها. دايرة الحزن دي عشان نخرج براها في حاجات مثلا من الدين بتاعنا. اول حاجة قلنا ما لا يقضى بالفكر يقضى بالذكر. لو قريتي سورة ألم نشرح لك صدرك دي كفيلة. في حاجة تانية حديث عن الرسول العلاج بالتلبينة، يعني قالك فيما معناه انه لو واحد مثلا حصلت عنده حالة وفاة أو فقد نعمل له التلبينة دي، هنتعمل زي الشاي، هي شعير في مية سخنة وبتتشرب، دي فعلا مهدئة. سبحان الله، غير انها مهدئة غير طبيعية، مهدئة طبيعي قصدي، وكأنها بتقلل أو بتعدل الهرمون اللي بيعلى وبيسبب الحزن الشديد. يعني شعرية باللبن قصدك؟ الشعير، شعير اللي هي بنقول عليها التلبينة. الشعير تمام، في ناس كتير عارفين التلبينة دي، كأنها كوباية مية مغلية وفيها الشعير دوت تلبينة، دي بتتشرب. تمام ماشي، ادي حاجة تانية. تالت حاجة، تالت حاجة ده انا بقولك بقى من الحاجات السريعة اللي ممكن نعملها، افتكري بسرعة او بصي وراكي هتلاقي انك عديتي بحاجة اكبر من كده وجعتك. اللي هو بمعنى ايه؟ صغري الكارثة اللي انت فيها او صغري السبب اللي انت فيه. وكبري نفسك، مش كبري نفسك يعني تبقي متكبرة، لا، كبري قدراتك انك مريتي بحاجات اصعب من كده بكتير وعديتي منها. صحيح. تمام. الحاجة التانية بقى الحاجة العملية. تمام، كل واحد ليه طريقة معينة بتلهيه في الدنيا. في واحدة المذاكرة والشغف والشغل يلهيها، في واحدة القعدة مع أصحابها وأهلها، وإنه يبقى في ناس في حياتك. صحيح. ناس إيجابية، ناس تشدك تقومك من اللي انت فيه. تمام. يعني فكرة ان انا اقفل على نفسي ومش عايزة اكلم حد ومش عايزة اقعد مع حد ومش عايزة كده، دي ممكن تبقى تمرض جدا. اعمليها يعني اعمليها بس لمدة يوم، بس اخرجي بره، بس لازم ما تطوليش المدة عن كده، لانها هتبلعك، الدايرة هتكبر عليكي مش تعرفي تطلعي. مروة السعيدي بشكرك شكرا جزيلا، منورانا دايما. احنا عندنا فاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا. اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. اي حاجة بنعملها في حياتها في حياتنا بيجي لها وقت وبتنتهي بتخلص، الا عمل الخير هو اللي بيفضل متشال، حتى يعني بيتشال في الدنيا طبعا وبنشوف نتيجته في الدنيا ده اكيد، انما الاهم هو نتيجته في الاخرة، الرصيد اللي بنحتفظ بيه بقى وبيبقى رصيدنا للآخرة، اللي بنبقى يعني إيه مرتاحين كده ومش حاملين هم، ده أنا ليا رصيد الحمد لله من الخير، يا رب يا رب يشفع لنا في الآخرة. إحنا محتاجين دايما نفكر بعض ونسعى في الخير، وعشان كده بيشرفنا ضيوفنا الأعزاء دكتور مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية. إزاي حضرتك؟ الحمد لله بخير حال، فضل من الله ونعمة. السعي في الخير والتذكرة بالخير. نعم. عايزين دايما إحنا موجودين يوميا بنطلع نفكر الناس بفعل الخير، ده قيمته إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن تعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى، وكانت تعرض في مع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرض الأعمال يوم القيامة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون، أنا عايز أقول إن المؤمن مش لازم يكون هو الغني فقط، ولكن الفقير برضه ممكن يصل إلى حد الإيمان. وكلما على قدر امرئ في الدنيا أو على قدره في الآخرة، نعلم أنه يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى أنا المحتاج له وليس هو المحتاج لي. فكون إن أنا رجل مسلم أو مؤمن أو أي حد أنا في الدنيا بعمل له عملية الستر، إن الله حيي ستير يحب الستيرين. جميل. حيي. تخيلي حضرتك إن الله يغار على عبده الذي يفعل المعصية، أو يغار على عبده إذا عشق عبد وترك حبه لله. فيقوم إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ يبتلي أصحاب الأموال والناس الخيرين قوي قوي، لأن هو وجد إن هو حب المال عنده زاد.
فهو بيحبه، أصل ده متصدق وأنا جايبه وديله فضل الصدقة عشان يدي الفقير أقل منه. يوم ربنا سبحانه وتعالى يبتلي إن ابنه مثلا يكون عاصي شوية، إن زوجته كذا، يكون في ابتلاء في الحالة بتاعته في حياته، لازم ده جرز يعرف إن ربنا بيحبه، أنت دايما بتقدم الخير. لا تعالى ارجع بقى وابعد الدنيا اللي موجودة في القلب وخليها في الإيد، فاعطي عطاء للفقراء تجد سعادة، سعادة في الدنيا تمتد إلى يوم القيامة. أنت هنا سبعة يظلهم الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل يتصدق بيمينه لا تعلم شماله ما تصدقت بيمينه. هذا المثل عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، تخيلي أنه يأتي أمام الملأ الأعلى في أرض المحشر، أمام الناس، أمام الأنبياء، أمام الرسل والملائكة، يأتي الله به أمام كل هؤلاء، يضعه على منبر من نور يضيء هذا المنبر. بماذا؟ بهذا العمل الصالح الذي كان له. مين يا جماعة مش عايز يكون ده؟ مش مين مش عايز يكون كان الأول نول ستار؟ لا ده بقى سوبر ستار، لا ده بقى ميجا ستار، ولسه مش عارفين لسه الألقاب. فما بالك أن تكون نجم النجوم في يوم الله تبارك وتعالى هو مالكه، وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على كل أمته فيه. إنك تكتب عقد شقة، إنك تكتب عقد عربية، دي أكيد حاجة ممكن تساعدك. إنك تعمل فيلا، إنك يبقى عندك أرض ومزرعة، دي وانت ماشي كده يعني تبقى مبسوط إن أنت دي إنجازاتك. إنما كمان ممكن يعني في الآخرة الحاجات دي خلاص شكرا خلصت بانتهاء الدنيا، إنما في الآخرة الإنجازات مش دي خالص. لذلك أنا بقول إن الشهيد يأتي يوم القيامة يطلب الجنة، يا رب أنا عايز أخش الجنة، لقد استشهدت فيك يا رب. ده بقى الإيه الحاجة المهمة قوي في عمل الخير. فيقول الله كذبت، إنما استشهدت ليقال شهيد. وخدت البروباغندا أو الحاجة الكبيرة قوي عندك في الدنيا، فمالكش حاجة خالص. ولكن أهم شيء في العطاء، ودي بقولها لأمي ولأبويا والأخويا والأختي والابني، وأنت تتصدق، أن يكون هناك إخلاص صحيح في قلبك. صحيح، الإخلاص أهم من الشهرة. لذلك لا تعلم يمينه ما لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. خدت بال حضرتك؟ فالإخلاص، لأن في بابين عند الله نتكلم فيهم. الباب الأول باب العمل، إن أنا معايا فلوس عشان أعمل الخير. والباب الثاني هو باب القبول من الله تبارك وتعالى. فإن كان هناك باب العمل وباب القبول مغلق لأنك مش مخلص، فلن يتقبل الله منك مهما عملت. صحيح. وممكن يبقى الإخلاص، يعني الإخلاص ده ما حدش هيطلع عليه غير ربنا سبحانه وتعالى. سر بيني وبين عبادي، بيني وبين عبدي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا يطلع عليه شيطان فيفسده. الإخلاص هي علاقة بيني وبين الله تبارك وتعالى. والإخلاص هو الدلال على الله. الإخلاص والدلال هو من وب أشعث أغبر إذا أقسم على الله أبر. هو ده الإخلاص. هو ده هي دي العلاقة اللي بيني وبين ربنا. أنا بجمع لنفسي مبلغ علشان أعمل بير، البير ده مش هكتب عليه اسمي، مش هقول عليه أي كلام، مش هقول أي حاجة، أنا وضعته في يد الله قبل أي يد. يجي بقى الشيطان يقول لي لا اكتب اسمك عشان تتشهر، اعمل حاجة عشان يحصل كذا، اعمل عشان يبقى حتى اسمك باين. لا، اعمل. ربنا سبحانه وتعالى لما كلم عن الإنفاق قال ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية. اعمل اللي انت عايزه، ولكن وانت بتعمل اخلص وكن صادق النية مع ربنا، فيعطيك الله تبارك وتعالى ما تريد من الخير في الدنيا وفي الآخرة. جميل. طيب احنا عندنا مستشفى البر والتقوى، بسم الله ما شاء الله، كل مرة بنشوف يعني أعمال أهل الخير اللي ممكن تكون مش مكتوبة باسمهم، يعني مش حد ما فيش حد كاتب انه انا مثلا اللي عامل الرخام ده، ولا حد قايل انا اللي عامل الحمامات دي، انما هي مكتوبة عند ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم. يعني فعل الخير، لما عارف انت لو حضرتك لو كان الفقر رجلا لقتلته، سيدنا الامام علي، انه في حاجة مجسمة
باينه اسمها الخير، الخير بقى مجسم. نعم. يعني الخير اتمثل في مستشفى، اتمثل في بير، فهنا المستشفى دي رمز للخير. نعم، انا عايز اقول ان انا عندي حاله او حد مش راضي يتكلم خالص وقال لي احنا انا عايز اعمل حاجه لابني المتوفى اللي توفي وهو يعني مقبل على الزواج بعد اسبوع 10 ايام، فاعمل له ايه؟ قلت له افضل شيء هو ان انت تعمل حاجه خاصه ليك في المستشفى باسمك، عيادات تبقى موجوده في المستشفى باسمك، وهعمل لك لوحه لطيفه او مكتوب عليها اسم ابنك، علشان كلما نظرت فيه قال لي واشتغل في المستشفى، ارجوك شغلني في المستشفى. ازاي اشتغل رغم ان هي سيده كبيره؟ اشتغل ان شاء الله عامله، علشان كل شويه ابص اقول له ربنا يرحمك يا ابني يا ابني. قلت لها انا بعمل اللوحه دي علشان كل واحد داخل مريض تسمعيه بصوتك، تسمعيه كده بودنك وهو بيدعي لابنك بيقول ربنا يرحمه، عشان تشعري ان ابنك ما زال حي معاكي. فتخيلي حضرتك انت بتعمل حاجه، كل انسان مريض، كل واحد في هذا المكان بيخش علشان يطبب في هذا المكان، ربنا سبحانه وتعالى بيكتب لك أجره إلى يوم القيامة. جميل. طيب احنا هنطلع فاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا مع فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية، وفي الفاصل فضيله الشيخ مصطفى فتح الله قلت لي على خواتيم سوره الكهف. نعم. وخواتيم سوره البقره. نعم. ويعني قلت له لا ده يتقال على الهوا، ده ما ينفعش يتقال في الفاصل، حضرتك اتفضل. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يبقى كل من امن وعمل الصالحات له جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أقف وأقول في الآخر هنا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. الله. العمل الصالح عبادة، فلا أشرك مع هذا العمل رياء ولا سمعة. فمن كان يرجو لقاء ربه في الدنيا قبل أن يلقاه يوم القيامة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إزاي يرجو لقاء ربه في الدنيا؟ أنا النهاردة قاعد في البيت لوحدي، والمفروض أن أنا عندي معاد دلوقتي الساعة 2 وأنا منهك القوة، وعندي موعد الساعة 6 أنا خارج عشان أعمل عمل خير أو أعمل كذا أو حاجة، وما فيش حد في البيت يصحيني. فأقوم أقول إيه؟ خواتيم سورة الكهف. فلمجرد أن أنا بقول خواتيم سورة الكهف أجد الساعة 6 من يوقظني من قبل الله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه، اللي عايز يقوم علشان يلقى الله في صلاة الفجر، في أي موقف في أي حاجة، فيعمل إيه؟ عليه بخواتيم سورة الكهف. تمام. فمن كان يرجو لقاء ربه، حتى وانت عايز تلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فعليك أن تؤمن وتفعل الصالحات وتعملها بدون رياء ولا سمعة مع أحد. الكلام اللي كنا بنتكلمه قبل الفاصل، ودايما العمل الصالح، العمل الصالح يعني أهم كمان، مش حكاية أهم، إن هو بيسبق الصلاة، يعني فكرة إنك تعمل عملا صالحا. وعايز أقول لحضرتك حاجة، ممكن واحد يعمل عملا صالح ويجي يفرح ان هو عمل العمل الصالح، فاوعى يفتكر ان هو عمل عمل صالح معنى ذلك ان هو فرح الفرح ده، ان ده رياء وسمعه وان هو ربنا مش هيتقبله. لا، ده انت وجب عليك ان تفرح بالعمل الصالح اللي انت عملته، مرضاة لله رب العالمين، مرضاة لرب العالمين، مرضاة لان يرحمك الله. انا مش عايز اقول لحضرتك حاجه، كلنا بنقول ان ما فيش حد بيعمل حاجه إلا لما لازم تترد له، حتى المثل كلنا عارفين المثل اللي بيقول إيه؟ اعمل الخير وارمي البحر، مش كده؟ طب نص المثل التاني إيه؟ حد عارف النص التاني؟ سيأتي يوم من الأيام وترده لك الأمواج. طب أنت رميت الخير في البحر ومشيت. أيوة. بيمشي مسارك، ولدك، ابنك، بناتك، ولادك،
هيجي وقت وهم واقفين على البحر يتلقوا هذا الخير الذي ألقيته أنت منذ سنة منذ سنتين ولن ينقطع إلى يوم القيامة. فتفضلي. التذكرة بقى بأعمال الخير مهمة. احنا طول الوقت يعني بنتكلم نظري ونحط صور عملي. نعم. طول الوقت نذكر ونذكر صورة وقولا يعني. نعم. فهنا احنا شايفين بيوت من البيوت اللي لسه ما دخلتهاش حياة كريمة او دخلتها التثقيف. هنا اهي بدأت دخلت اهي الا ما قبل وما بعد. نعم. وبالتالي في زي البيوت اللي شفناها قبل كتير جدا. نعم. لسه ما دخلتهاش. فاحنا بنذكر انه ده العمل الصالح اللي حضرتك ذكرته من شويه. لذلك انا بقول ان الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حي ستير يحب الستيرين. حيي هنا لان سبحانه وتعالى بيحب ان عباده يكونوا مستورين. ما يحبش الفضيحه، لان من نظر ففضح بيتا قبل وعرف الناس ربنا قال ايه؟ ولا تجسسوا. بقى من السهل ان هو يتجسس. واذا تجسس انتشرت الفاحشه بين الناس وبدات الناس تتكلم والغيبه والنميمه. ولكن حينما تستر عبد فلن يتجسس عليه احد. يبقى انا كده ولا تجسسوا، يبقى انا ما فيش حد اتجسس عليه. ان الله ستير يحب الستيرين. فانت لما بتستري على مسلم بان انت تطعميه فيفرح، او تعملي له بيت فيستره، يبقى انت كده حققتي ان الله ستير يحب الستيرين. وحققتي قول الله ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم. اشوفي بعد التجسس هشوف، هبدا اعمل غيبه نميمه، يبقى هروح في داهيه. لان اكثر ما يوضع في ميزان السيئات يوم القيامه هي الغيبه والنميمه طبعا، واكثر ما توضع في كفه حسنات العبد يوم القيامه هي الصدقه. وهي يعني الغيبه والنميمه ممكن تدخل برضو في الحديث بتاع تدرون من المفلس. نعم. لانه سب هذا وشتم هذا، ما هي غيبه ونميمه وسفك دمي هذا. نعم. نعم. واعظم حسنات تاتيك يوم القيامه أستاذة دعاء في طبق من الذهب، تقول يا رب الحسنات دي موجودة في طبق من الذهب أنا ما عملتهاش في حياتي، جات لي إزاي وأنا محتاجاها، جات لي إزاي يا رب؟ فيقول الله لك يا دعاء هذه غيبة الناس فيك في الدنيا، جاية لك على طبق من الذهب، حسنات لم تبذلي فيها مجهود، هي دي حسنات الإخلاص مع الله. ولما نسمع غيبة ونميمة عننا نقول إيه؟ ربنا يسامح، لأن الخير كله عند ربنا يوم القيامة. طيب احنا عندنا المستشفى وعندنا تسقيف البيوت. نعم. وعندنا الآبار، عندنا الإطعام. نعم. عندنا كل سبل الخير. كل. نعم. سبل الخير. بناء على ايه اقول انا مش هدفع هنا انا هدفع هنا؟ بناء نقول ايه؟ بأسبقية الحاجة. فأنا النهاردة أنا في عز الصيف، أنا النهاردة محتاج شربة المية. ولا تنقطع شربة الماء من دلوقتي لغاية يوم القيامة بسبب أن ممكن يكون في أمراض صيف وشتاء. فلا ينقطع هذا السبيل. نيجي بعد كده للاستشفاء، المستشفى ما فيش حد بيعيش حياته معافى من أي مرض. خدت بال حضرتك؟ إذا يبقى المستشفى علشان أقدر إن أنا أعالج الناس إلى يوم القيامة. أما الستر فلما أقول إن الله ستير يحب الستيرين يبقى هنا في استمرارية. إذا كلما سترتي أحد في بيته وعياله وأنا عايز أقول حاجة، إن الناس في الغلابة والمساكين اللي إحنا بنشوفهم فيهم أمهات كبار عدوا 90 و100 سنة. تخيلي إن هذه المرأة إذا سترتها وأطعمتها ووفرت لها مكان علشان تشرب منه ومكان عشان تستشفى فيه في مستشفى، والست اللي تسمى أسيرة الله في الأرض بعد 90 سنة وترفع إيديها كده وتقول يا رب اكرم اللي أكرمني. خدي بالك هو ما يعرفكيش، الست ما تعرفش، لكن احنا قلنا بنيجي يوم القيامة وكل واحد عمل فيا خير هشوفه وكل واحد عمل شر هشوفه. وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتي كل منفق خلف يا رب
في ماله، في أولاده، في أرحامه. إن ربنا سبحانه وتعالى يطعم من يطعم الناس، ويهدئ بال من هدأ بال الناس، ويستر من ستر الناس في الدنيا. فلا فيأتي يوم القيامة فمن كان يرجو لقاء ربه، أنا يا رب رجوت لقاءك في الدنيا، ورجوت لقاءك مرفوع الرأس خلف رسول الله يوم القيامة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فيكون العمل صالحا لله تبارك وتعالى. طيب احنا دلوقتي عايزين نتكلم على فكرة انه هل الناس تخصص جزء من المال سواء عنده زيادة أو ما عندوش، ولا لازم يكون في فائض عشان يطلع الصدقات؟ في ناس ممكن تطلع سواء مزنوقة أو مش مزنوقة، خلاص هو حاطط، مع أنه ده مش زكاة مش مفروضة، لكن هم حاطين لنفسهم أنه أنا من ربنا مش هيبارك لي في صحة ولادي، مش كل حاجة، مش كل رزق فلوس. ممكن الرزق يبقى صحة، ممكن الرزق يبقى أنه الولاد دي ربنا يفديهم ما يتعبوش ما يحصلهمش حاجة وحشة. فبتنصح الناس بإيه؟ هي عادة. خدتي بال حضرتك؟ وأنا غني أنفق، وأنا فقير أنفق. ولي مثل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه أغنى واحد في الدنيا كلها هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ليه الخمس في كل مال غنائم بتيجي، ولكن كان النبي ينفقها قبل أن يقوم من مسجده. تمام؟ طيب خلص النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كالريح المرسلة في الخير، خلص كل الفلوس اللي موجودة والخير اللي موجود ودى لكل الفقراء. يأتيه فقير يقول له يا رسول الله أريد كذا، فيقول له النبي اذهب إلى فلان وقل له أريد كذا، يعني يطلب منه ويسد دينك رسول الله. يعني شوفي حضرتك، هو خلاص معهوش فلوس خالص، بيتصدق بالدين. فالتاني يروح له يقول له عايز كذا فيديه، وينتظر حينما يأتيه رسول الله مالا آخر فيعطيه فيسد عنه الدين. إذن يبقى العادة في العطاء مش مستنين أن يكون عندي فائض. لا، ده هو ما نقص مال عبد من صدقة. يعني في 100 جنيه في البيت عشان تصرف على البيت وجيب كذا وكذا وكذا وكذا. لو أنا خدت منهم 10 جنيه ما نخصوش 100 جنيه. حلاقي إن حد من اللي جوه البيت مخصص له 10 جنيه نام وارتاح وقال أنا مش هاكل، فالكل أكل وخدنا الثواب. فيقوم المرة الجاية العطاء يبقى 10، لأن أنا خرجت 10 لازم أخد 100. فالعطاء عند الله سبحانه وتعالى 300 ضعف 700 ضعف. بصي ده الأرقام اللي احنا عارفينها، لكن لما ربنا يقول إيه، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له سيدنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءني أخي جبريل وقال لي 70,000 من أمتك يدخلون الجنة بغير حساب. فقال الصحابة هل استزدت ربك يا رسول الله؟ قال استزدت ربي فأعطاني 70,000 مع كل واحد من 70,000. قالوا هل استزدت ربك يا رسول الله؟ في 49 مليار قدامي هم، هل استزدت ربك يا رسول الله؟ قال استزدت ربي فأعطاني 3 دفعات بيده الكريمة، ولا يعلم عطايا الكريم إلا الكريم. الله. ربنا يرزقنا أن نكون منهم. آمين يا رب. رب العالمين. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية، منورني دايما. شكرا لكم على حسن المتابعة، نشوفكم على خير بكرة بإذن الله.